أنواع إدمان جديدة، حبوب منع الحمل، وسيلة الشباب للحصول على النشوة والهروب من القانون. حبوب منع الحمل اتحولت من وسيلة لمنع حمل النساء لوسيلة إدمان جديدة للشباب، وبقت مصدر جديد لشعورهم بالنشوة، وبيلاقوا فيها بديل للمخدرات، وكمان القانون ما بيعاقبش عليها. معروف عنها أنها وسيلة تنظيم النسل، نوع جديد من الإدمان. يا ترى ايه الحكايه، وازاي الشباب والمراهقين بقوا مدمنين لحبوب منع الحمل؟ تعالوا نعرف القصه مع بعض. ادمان حبوب منع الحمل بقى هو الخطر الجديد اللي بيواجه الشباب، واللي انتشر تعاطيه بشكل كبير جدا في الجزائر، بعد ما ثبت تعاطي بعض الشباب والمراهقين الحبوب دي علشان تديهم الشعور بالنشوه. النوع ده من الادمان منتشر بين فئه الشباب والمراهقين، وده بعد ما لقوا فيها النشوة الموجودة في المخدرات، لكن بميزة مختلفة، وهي أن القانون ما بيعاقبش على تعاطيها. الحبوب دي بدأت تنتشر جداً بين المراهقين والشباب المدمنين، وده اتكشف في جلسات العلاج اللي بيشرف عليها فريق من الأطباء والمختصين في مركز لعلاج الإدمان في الجزائر. والغريب بقى أن الشباب المدمنين لحبوب منع الحمل اعترفوا بتعاطيهم، وقالوا أنهم لجأوا ليها على اعتبار أنها من الحبوب الهرمونية واللي بتديهم شعور بالنشوة، وكمان اعتبروها وسيلة للحصول على المزاج، وهيهربوا بيها من العقوبة القانونية، لأن مفيش قانون بيعاقب على تعاطي حبوب منع الحمل لأنها مش مصنفة ضمن المخدرات. عبد الكريم عبيدات، رئيس المنظمة الوطنية لرعاية الشباب في الجزائر، علق على انتشار إدمان حبوب منع الحمل، وقال إن الحبوب المهلوسة نادرة الوجود في الصيدليات، والشباب ما بقوش لاقيينها، علشان كده بدأوا يتعاطوا حبوب منع الحمل عشان تديهم شعور النشوة اللي بيدوروا عليه المدمنين، وكمان لقوا فيه مؤثر عقلي بيغيبهم عن الوعي ومفيش عليه أي عقاب. وقال كمان إن في أدوية بتخفف الآلام الحادة بقت مطلوبة كمؤثرات عقلية، لكن بعد القانون الصارم والرادع لبيعها بطريقة عشوائية من طرف بعض الصيدليات بقت بتتهرب من الخارج، وأكد إن الأدوية دي بقت منتشرة بشكل كبير جدا في الجزائر. عبد الكريم عبيدات كمل كلامه عن أنواع الإدمان الجديدة في الجزائر، وقال إن حبوب البيغربرين والمعروفة بالصاروخ تعتبر هي أكتر أنواع الحبوب المنتشرة بين مدمنين المخدرات، وكشف إن في حوالي 300 مدمن للصاروخ بيتعالجوا في مركز بوشاوي منها، وكشف كمان إنها بتمثل 80% مقارنة بأنواع المؤثرات العقلية التانية. عبيدات أكد إن القانون الجديد المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية اتعمل في وقته، لكنه محتاج للوقاية الجوارية في المدارس والأحياء الشعبية وكمان الجامعات، لأن عدد المدمنين وصل لمليون مدمن في الجزائر. وكشف إن تعاطي الحبوب المهلوسة جت في المرتبة الأولى، ثم تعاطي الكيف المعالج وتشوشنا، وقال كمان إن في فئة قليلة من الأشخاص وخاصة الأغنياء اللي بيتعاطوا المخدرات الصلبة زي الهروين والكوكايين.